واخا دابا حنا يعني كاينه واحد المساله اخرى باش نقدروا اننا نتكونيكطاو تيخصنا كذلك اولا في الشبكه ما تتكونش غير من لادريس اي بي والصاب نت اولا الماسك اللي شرحنا ما تتكونش غير من الادريس اي بي ومن الصاب نت بل كتكون كذلك ما يسمى بالجيت واي. الجيت واي اشنا هي هاد الجيت واي؟ الجيت واي هي راه من المصطلح ديالها بالجي هي القنطرة. دابا انا مثلا عندي جوج نفرضوا مثلا عندي دابا هذا الجهاز بغيتو يتواصل مع جهاز الروتر اولا بغيتو يتواصل مع جهاز اخر. اذا باش يتواصل مع جهاز اخر خاص يكون شي جهاز وسيط باش يقدر هذا الجهاز يتكونيكت مع هذا الجهاز. عندي جوج شوا، عندي اما انني نكونيكتيهم بشكل مباشر عن طريق واحد الكيبل كيتسمى الكابل كارون ار جي 45 كاين الدغوا وكاين الكروازي. المهم حنا هادشي جديد اصلا ما بقاش كيعتمد على الدروا والكروازي. على العموم دابا باش نكونيكتي هاد جوج بيسيات خاصني واحد الكابل تيتسمى ار جي 45 ار جي 45 بحال هاد الكابل بحال هاد يعني كنقدر نكونيكتيهم ديريكت. تخصني واحد الكابل بحال هذا كيتسمى كابل ار جي 45. هذا الكابل ديال ار جي 45 هو اللي كنقدر انني نركب به الاجهزه يعني هذا البي سي باش نكونيكتي. هذا عندي جوج شوا، اما يتكونيكتا بالواي فاي اما يتكونيكتا بكابل بحال هذا ار جي 45 بحال هذا الكابل هذا. الو هاد جوج حواسيب نقدر نكونيكتيهم بيناتهم، ولكن ملي تيكونوا عندي بزاف ديال الحواسيب ما غاديش نقدر انني نكون شي نخشي كابل من هنا لهنا ولا هنا لهنا ولا هنا. هو بوسيبل، مي تيخصنا واحد الجيت واي، تيخصنا واحد الجهاز اللي كيجمع لينا هاد الاجهزه. هاد الاجهزه كتقدر تكون سويتش، وتيخصنا كذلك الروتر هو اللي بغيت انا نهضر عليه في هذا الموضوع. السويتش ما بغيتش نهضر عليه. الروتر شنو هو؟ من غير انه هو اللي كيروتي لو ترافيك، هو اللي كيصيفط لهنا ويصيفط لهنا ويصيفط لهنا ويشد من هنا ويصيفط لهنا. هو داير بحال شي حارس ديال الكره، كيشد الكره من هنا كيعاود يصيفطها لهذا، يشدها من عند هذا يصيفطها لهذا. هذا هو اللي تيروتي ليا الترافيك، من سميتو جات روتور، هو اللي كيعطي الطرقان. هذا بغى يصيفط شي حاجه لهذا، هاك سير اجي انت اش بغيتي تصيفط لهذاك، هاك هذا هو دور الروتور. اذا انايا ملي كنبغي نكونيكتي مجموعه الاجهزه تيخصني واحد الجيت واي. هاد الجيت واي هي اللي كتكونيكتي ليا واحد الهوست مع واحد الشبكه، او واحد الشبكه مع واحد الشبكه، تيخصنا ما يسمى بالجيت واي او لا الروتور. تيخصنا الجيت واي. واخا قلنا ان الو قلنا ان الجيت واي هنا في هذا المثال عندنا هي 192.168.0.1، يعني هذه هي لادريس الروتور. الروتور هي الجيت واي، يعني هذه الشبكه هذه باش تقدر تواصل بيناتها تيخصنا، اولا هذا التليفون هذا باش نحطوه سوغ ليزو لو ريزو تيخصنا واحد الجيت واي اللي هي لادريس ديال الروتور. الا ما كانتش هذه لادريس هذه، هذا البي سي هذا ما يقدرش يتكونيكتا في الشبكه، ما يقدرش يتكونيكتا مع الشبكه الخارجيه. هادشي اللي بغيت نوصل ليه، ما يقدرش يتكونيكتا مع الشبكه الخارجيه، لان الروتور هو الجيت واي، هو الفارق ما بين الشبكه المحليه والشبكه الخارجيه، ديك المان اونلاين اللي هضرنا عليها. المان اونلاين دابا هاد التليفون باش يتكونيكتا سيغ انترنيت تيخصو واحد الجيت واي اللي هي الروتور. فباش يوصل لهذيك الجيت واي اللي هي الروتور خصني نحددها ليه، خصني نقول ليه مثلا الجيت واي او لا ديك الباسخيل اللي غادي تدوزك من لان الوان من شبكه لشبكه راه هي لادريس ديال الروتور. هي لادريس الروتور هو داك الجهاز اللي كتشري انت وتتركبو، هذاك الجهاز اللي كتشري انت وتتركبو تتكون عنده واحد لادريس،
تتكون عنده واحد لادريس ادريسة معينة 192.168.1.1 ولا 192.168.0.1. اذا هذيك هي لا باسخيل، هذيك هي اللي كتلعب دور الوسيط ما بين هاد التليفون وما بين الانترنت، هو اللي كيترجم ليا ديك اللان لوان خلال حلقة، هو اللي كيترجم ليا ما بين اللان والوان، هو اللي كيلعب دور الوسيط تيتكونيكت ليا اللان مع الوان. مفهومه هذه المساله هذه؟ داكشي علاش تنقولوا ليه جيت واي باسخيل. ما يمكنش نخرج انا من الشبكه الداخليه للشبكه الخارجيه الا ما كانش عندي جيت واي، امبوسيبل ما يمكنش. على حيت اشنا هو الرابط ما بين الشبكه الداخليه والخارجيه؟ هو داك الروتور. اذا هذاك هو الجيت واي، اذا لادريس اي بي ديال هذاك الروتور اللي غنخدم بها. داكشي علاش قلت لكم مثلا الروتور ما يمكنش دير هذا الادريس ديناميك، غتبقى كل ساعه تتبدل انت في الجيت واي، ما يمكنش. صافي مفهومه؟ هذيك هي اللي كتسمى الجيت واي. الو